جمهورية سريلانكا هي جزيرة صغيرة تقع جنوب قارة آسيا في المحيط الهندي، وتتميز بمناظرها الطبيعية الخلابة والشلالات وأنهارها الجارية وأرضها الخضراء. ويمثل المسلمون فيها أقلية ثالثة من بين المجتمعات المحلية المختلفة التي تضم الأغلبية البوذية والأقليات التاميلية والمسيحية وغيرها، كما تعتبر كل من اللغات السنهالية والتاميلية والإنجليزية من اللغات الرسمية، وقد سماها العرب القدماء بسيلان. وفي عام 1990 عاد بعض الشباب المسلمين ممن لديهم وعي ديني وشعور اجتماعي إلى بلدهم بعد انتهاء فترة دراستهم وعملهم في المملكة العربية السعودية، وتم إنشاء جمعية خيرية باسم جمعية شباب مسلمي سيلان في عام 1995. الرؤية: العمل بصفة مؤسسة إسلامية غير حكومية. الرسالة: إعداد جيل مثقف واع بدينه وعقيدته يرتقي بنفسه ويخدم مجتمعه. الأهداف: المساهمة في نشر الوعي بالدين الإسلامي الصحيح بين المسلمين وغيرهم وتعريفهم بمبادئه وأهدافه. الاهتمام بالمجالات الثقافية والفكرية والتعليمية للإنسان بشقيها العلمي والمهني وتنمية قدراته وتطلعاته. المشاركة في تقديم خدمات اجتماعية مختلفة كرعاية الأيتام ومساعدة الفقراء. المساهمة في البرامج التنموية للكوادر البشرية والبنية التحتية للمجتمع. المساهمة في توفير الخدمات الصحية ونشر الوعي والإرشاد الصحي. السعي من أجل تخفيف معاناة المحتاجين والمصابين بالكوارث. وقد تلقت نشاطات الجمعية ترحيباً كبيراً وقبولاً واسعاً لدى المجتمعات المحلية أخذت الطابع المؤسسي، وكان ذلك في 25 من الشهر السابع لعام 1997، وسجلت في لائحة المؤسسات، كما سجلت في وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة والشؤون الإسلامية. وما زالت جهودها المباركة تتوسع ولله الحمد، وقد انتقلت إلى موقعها الحالي مردانا في عام 2007. تنقسم خدمات الجمعية الخيرية حسب البرامج التالية: البرامج الدعوية. حققت الجمعية حتى الآن الإنجازات التالية في هذا المجال كما يلي: إقامة 2890 محاضرة، إقامة 267 دورة وندوة ومخيما تربويا، إقامة 285 برنامجا لليوم المفتوح، اعتناق الإسلام ل 280 شخصا. تم إعداد وتقديم 320 برنامجا إذاعيا وتلفزيونيا. تكفل الجمعية 50 داعية من الرجال و13 داعية من النساء. البرامج التعليمية. حققت الجمعية حتى الآن الإنجازات التالية في هذا المجال كما يلي: إنشاء 270 مكتبة إسلامية وتوفير لوازمها في أنحاء متفرقة من الجزيرة، إصدار وترجمة 15 كتاباً مع ترجمة القرآن باللغة السنهالية صوتياً وإصدارها ضمن أقراص، كفالة 20 مدرساً، توزيع أكثر من 2000 حقيبة مدرسية، تأمين 17 منحة دراسية لطلبة الجامعات سنوياً على النحو التالي: 5 في الطب، و5 في الهندسة، و7 في الإعلام والقانون والإدارة. البرامج الطبية والصحية. حققت الجمعية في هذا المجال حتى الآن الإنجازات التالية: تم إقامة 19 مخيماً طبياً للعيون، الكشف عن 72 حالة من مرضى العيون، إجراء ما يقارب 17,000 عملية لحالة عمى إزالة المياه البيضاء، توزيع ما يقارب 17,000 نظارة طبية لضعفاء البصر، إقامة 95 مخيماً طبياً عاماً شارك فيه أكثر من 300 طبيب
واستفاد منه 120 ألف مريض. توزيع اللوازم الصحية لقرابة 90 شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة. توزيع الأدوية واللوازم الصحية للمستشفيات والمراكز الطبية. توفير المساعدات المالية للعلاج. توفير الإسعاف 240 حالة طوارئ. إقامة حملات التبرع بالدم للمستشفيات استجاب لها أكثر من 800 شخص. البرامج الاجتماعية حققت الجمعية الإنجازات في هذا المجال حتى الآن كما يلي: كفالة الأيتام ورعايتهم في بيوتهم 1590 يتيماً، توزيع 350 ماكينة خياطة وتطريز، الإغاثة العاجلة لأكثر من 6000 أسرة، برامج الأسر المنتجة لأكثر من 500 أسرة، توفير البقرة الحلوب للأسر الفقيرة. البرامج التنموية: لقد حققت الجمعية الإنجازات حتى الآن في هذا المجال كما يلي: بناء قرابة 200 مسجد، بناء 8 مراكز إسلامية، بناء البيوت للأرامل وأيتامها 9 بيوت، بناء البيوت للمسلمين الجدد 15 بيتاً، حفر قرابة 4000 بئر سطحي، حفر قرابة 6000 بئر ارتوازي، توزيع مياه الشرب عبر صهاريج وعددها يزيد عن 300 صهريج، توصيل خدمات المياه الحكومية لأكثر من 600 مشترك من الفقراء والمحتاجين. البرامج الموسمية حققت الجمعية حتى الآن في هذا المجال الإنجازات التالية: إفطار ما يقارب 1.5 مليون صائم، توزيع ما يقارب 20,000 سلة مواد غذائية، توزيع 75,000 كيلوغرام من التمور، توزيع ما يقارب 16,000 كسوة عيد، توزيع أموال الزكاة لقرابة 17,000 فقير وداعية، توزيع لحوم الأضاحي لقرابة 40,000 أسرة. هذا وقد حظيت الجمعية بتأييد ودعم السفارات الخليجية وزارها جمع من المسؤولين. وفي الختام نتمنى أن تقضوا وقتاً ممتعاً في جزيرتنا وأن تتواصلوا مع جمعيتكم جمعية شباب مسلمي سيلان.